التعلم هو نشاط يهدف إلى اكتساب المهارات أو اكتساب معرفة جديدة، حيث يستطيع الإنسان والحيوان التعلم، إلا أن الإنسان هو الوحيد الذي يتعلم عن قصد. فيتحقق التعليم من خلال ظهور تغيرات في التوجهات والسلوك والقيم والأفكار. وهناك فرق بين التغيرات التي يحدثها العلم وبين التغيرات البيولوجية، حيث إن التغيرات التي يحدثها التعلم لا تكون وقتية، بل تستمر طوال حياة الإنسان. التعلم هو نشاط يهدف إلى اكتساب المهارات أو اكتساب معرفة جديدة، حيث يستطيع الإنسان والحيوان التعلم، إلا أن الإنسان هو الوحيد الذي يتعلم عن قصد. فيتحقق التعليم من خلال ظهور تغيرات في التوجهات، في السلوك، في القيم، في الأفكار. وهناك فرق طبعا بين التغيرات التي يحدثها العلم وبين التغيرات البيولوجية، حيث أن التغيرات التي يحدثها التعلم لا تكون وقتية، بل تستمر طوال حياة الإنسان. استطاع الإنسان الانتقال لمراحل مختلفة عن طريق تعلم العلوم الحديثة، بالإضافة للاختراعات والاكتشافات التي مكنته من إكمال حياته على الأرض. فكان التعلم في بدايته شفهياً عن طريق السماع والتلقي، أو عن طريق قراءة الكتب، إلى أن أصبح الإنسان يستخدم تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، الأمر الذي ساعده على الاتصال في أي مكان. وتعرف مصادر التعلم بأنها المصدر الذي يمكن الطالب من الحصول على المعلومات التي يحتاج إليها والتي ترضي اهتماماته، سواء كانت تلك الحاجة تعليمية أو إخبارية أو ترفيهية أو ثقافية. مصادر التعلم توفر الخبرة العملية للمتعلم بشكل كلي أو جزئي. كيف يتم هذا الأمر؟ عندما يبحث الطالب مثلاً عن موضوع يطلب منه في الكتاب أو المنهج، فيذهب إلى الأنترنت، يذهب إلى المكتبات، يذهب إلى الطبيعة ليبحث فيها عن المتطلبات الأخرى للخبرة العملية للموضوع الذي الموجود في المنهج بشكل كلي أو جزئي. من أهمية مصادر التعلم أيضاً يختار المتعلم الوقت الذي يناسبه والطريقة التي تناسبه أيضاً. يختار المتعلم الوقت بحيث عندما يذهب إلى الطبيعة يختار وقت معين، مثلاً للبحث عن الأصداف على السواحل، للبحث عن أوراق الأشجار في الغابات، للبحث في أي مجال آخر. هذا الوقت هو الذي يختاره في العطلة، في الصيف، في الشتاء إلى آخره، وبالطريقة التي تناسبه. قد لا يذهب أبداً إلى أي مكان، وإنما يذهب إلى الأنترنت ليبحث فيه عن كل الأسئلة التي تخطر في باله فيجد لها الإجابات. وقد كان مستغرباً هذا الأمر، ولكن في عصرنا الحالي أي طفل في هذا العالم يبحث عن أي سؤال يريده فيجده يجد الإجابة عليه عبر مواقع، إما مواقع التواصل الاجتماعي أو مواقع التواصل العلمي. تتنوع مصادر التعلم لأنواع عدة، منها الرسوم المتحركة التي تعرض العمليات والنماذج والمفاهيم، التقنيات أو القوالب الخاصة بقياس الأداء، الأنشطة والخطط الدراسية التي تساعد على تعلم الطلاب المعرفة والمهارات، استخدام مواد التعليم المفيدة كمواقع الإنترنت أو التطبيقات أو الوثائق، استخدام المحفظة، وهي مجموعة من المواد الإلكترونية التي يتم جمعها وإدارتها من خلال المعلم، والتي تتمثل في الصور أو الوسائط المتعددة أو النصوص والملفات الإلكترونية، النماذج المرئية التي تقدم بشكل مرئي وتتمثل في الرسوم البيانية والرسومات والصور التوضيحية،
تصفح الكتاب المدرسي على الإنترنت، استخدام الصور الفوتوغرافية التي تمكن الطالب من التعلم ومن زيادة مهاراته، استخدام نصوص الوسائط المتعددة لتقديم المفاهيم أو المناهج الدراسية للطلاب، استخدام طريقة المحاكاة عن طريق التكلم من خلال تجربة حقيقية أو وهمية، بحيث تؤثر إجراءات الطلاب على النتيجة، ويتم تحديد الشروط الأولية التي تساعد على توليد مخرجات مختلفة، استخدام المواقع أو التطبيقات التي تسمح بالاتصال مع الآخرين من أجل تبادل المعلومات. كيف يمكن للطالب استخدام هذه المصادر الحالية وخصوصاً المصادر الإلكترونية في تعليمه، وكيف يمكن أن ننظم هذه العملية؟ في الحقيقة هذه عملية جد صعبة على الأهل والمعلمين والطلبة في كيفية استقطاب هذه المصادر الإلكترونية، استخدام هذه الأجهزة الإلكترونية في استخدامها للتعلم، لأنها لها الكثير من القضايا الإيجابية والسلبية، كما نعلم بأن كل شيء يمكن أن يخترع هو سلاح ذو حدين. إذا استخدمناه بالطريقة التعلم والطريقة الإيجابية وعيرنا الوقت لاستخدامه، فيمكن القول بأننا نستفيد منه تماما. أما إذا استخدمناه لتضييع الوقت واعتبرناه للتسلية، فنكون قد هدرنا أوقاتنا، ونكون قد فوتنا علينا فرصة التعلم من هذه المصادر الإلكترونية المهمة جدا، ولكن هي ليست للتسلية، إنها للفائدة. مراحل التعلم: المرحلة الأولى هي التي تسبق الكتابة والتي تعتمد على الذاكرة البشرية. المرحلة الثانية هي مرحلة الكتابة عن طريق استخدام الجلود أو الأحجار أو الألواح الطينية، إلى أن وصلت هذه المرحلة للكتابة على الورق. المرحلة الثالثة الطباعة، والتي اخترعت على يد جوتنبرغ الألماني عام 1456 للميلاد، والتي كانت بأشكال مختلفة من المواد كالبحوث والكتب وغيرها من المواد المنشورة ورقياً. المرحلة الرابعة مرحلة النشر إلكترونياً، والتي ساعدت تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على حدوثها عن طريق استثمار النصوص أو الأصوات أو الحركات المأخوذة من مصادر المعلومات الإلكترونية، والتي من الممكن الوصول إليها من خلال استخدام محركات البحث. كيف كنا نبحث في العالم القديم عند الإنسان البدائي؟ كيف كان يبحث عن مصادر التعلم؟ أو كيف كان يبحث عن التعلم ومن خلال أي مصادر؟ أولاً بدأ الإنسان بلغة الإشارة، إذ عبر الإشارة استطاع أن ينقل فكره ومعلوماته، ولكنه تعلم من الحيوانات كيف يصوت وكيف يعبر بالصوت عن الشعور الذي يريده، فإما أن يعلي هذا التصويت أو الصوت فيدل على الانزعاج أو النجدة أو الغضب، وإما أن يتحدث برقة ويخرج أصواتا بسيطة لتدل على الحنان أو المحبة أو التعاطف. هذه اللغة التصويتية جاءت من بعدها لغة الرسم على الجدران، وهذا الرسم برع فيه الفراعنة، حيث وجدت هذه الرسومات على جدران الأهرامات حتى يومنا هذا، ما زالت موجودة هذه الرسومات التي تعبر عن الكثير من القضايا الحياتية
كالصيد مثلا، فنجد أن الشخص الفرعوني المصري يرسم طائرا يخترقه سهم مثلا، ليقول بأنه يستخدم طريقة الصيد بطريقة السهام أو إلى آخره. وهناك الكثير من الموضوعات التي وجدت على جدران الأهرامات والتي نفذها الفراعنة المصريون في تلك الآونة. جاءت مرحلة متطورة أكثر بقليل، وهي الكتابة على جلود الحيوانات، وهناك الكتابة على الحجارة، ومنها الكتابة الهيلوغرافية التي وجدت في أوغاريت مثلا في عند السواحل السورية، وجدت هذه اللغة وترجمت فيما بعد، وجد الكتابة على الحجارة أو الكتابة على جلود الحيوانات لأنها كانت تحتفظ بالكتابة، وقد وصلتنا بعض هذه الكتابات والتي موجودة في بعض المتاحف العالمية. أيضا هناك ورق البردي الذي هو نوع من الشجر يمكن الكتابة عليه، أيضا وصلتنا هذه الحضارة من الناس الغابرين لنقل في هذا العصر القديم منذ آلاف السنين، كتبوا على ورق الشجر على ورق البردي لكي يوصلوا أفكارهم ومعلوماتهم، مشاعرهم وشعرهم أيضا، أدبهم وعلومهم كذلك. ثم ظهرت صناعة الورق من السيلولوز ومن طبعا من بقايا أوراق الأشجار، صقلوا الورق وبدأت الكتابة الفعلية على الكتب، على الورق الذي نراه طبعا مع تعديلات كثيرة فيما بعد، ولكن هذا النوع من الكتابة كان مصدر مهم من مصادر التعلم لأنه حفظ المعلومات العلمية الأدبية والاجتماعية والتاريخية والجغرافية إلى آخره من هذه العلوم، فاستطعنا أن نتعلم نحن الآن في هذا العصر ما كتبه الأجداد وما خطه العلماء سواء كان العرب أو الغرب، فساهم بذلك الورق في حفظ هذه المعلومات وفي ظهورها أو استمرارها لتصل إلينا بطريقة جميلة ورائعة، بالإضافة طبعا إلى المخطوطات الدينية، وكانت كلها مخطوطات أي أنها لم تستخدم الطباعة إلا في عصر لاحق. ظهرت الطباعة والآلات الطابعة ثم من بعدها، وطبعا كانت هذه نهضة علمية باهرة في ظهور الطباعة. الآن وفي عصرنا الحالي عصر الانفجار المعرفي المتزايد الإلكتروني، طبعا كان هناك عصر انفجار معرفي سابق وهو باستخدام الطباعة وإلى آخره، أما الآن يمكن تسميته عصر الانفجار المعرفي الإلكتروني، إذ أنها كانت فعلا ثورة إلكترونية حقيقية يتم فيها ليس فقط التواصل العلمي وإنما التواصل الاجتماعي، التواصل على جميع الأصعدة، حتى أن العالم كان يقال عنه أصبح قرية صغيرة، الآن العالم أصبح جهاز صغير يمكنك أن تزوره وأنت جالس في بيتك، ولا يفوتك أي صورة أو كلمة أو حركة أو لون إلا وتراه في هذا الجهاز، فالعالم أصبح جهازا صغيرا.